واليوم نستكمل رحلتنا مع الدور الكبير للاتحاد الدولي للسيارات، والذي يستعد لمنح الفرصة للسائقين من جميع أنحاء العالم لترك بصمتهم في مؤتمر المناخ من خلال تحدي القيادة الذكية الصديقة للبيئة بالشراكة مع شركة تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي Greater Than، ودعوة 10,000 سيارة من الإمارات للمشاركة في حملة Drive Change Today خلال فترة المؤتمر. ومنذ عام 2019 أسس الاتحاد الدولي للسيارات تطبيق أذكى سائق، والذي حقق توفيراً في الطاقة بنسبة 12% هذا العام. هذا التطبيق مصمم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتحليل وتسجيل أسلوب القيادة اليومية للمشارك، ويقدم كذلك إرشادات حول كيفية تقليل انبعاثات الكربون أو استهلاك الطاقة وتحسين قدرة السائق على التركيز. كما سيتم عرض برنامج تحدي القيادة الذكية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات في جناحه بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف طوال فترة المؤتمر، ويستضيف كذلك الاتحاد في المنطقة الخضراء بالسادس من ديسمبر وبمناسبة اليوم النقل العالمي فعاليات الانتقال العادل إلى مستقبل تنقل آمن ومستدام وشامل.